الحمد لله الذي شرف المدينة بهجرة خير البرية، وضاعف الثواب لمن صلى بروضته العطرة الشذية. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي نور الكون بطلعة حبيبه البهية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعل الله هجرته شمسا أطلعها على الأمة الإسلامية، وتوالت على المدينة المنورة الآيات القرآنية. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا باتباع له بالسعادة السرمدية، وسلم تسليما كثيرا. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال في أول الأمر، فكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواح مختلفة، ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه. فلما اشتد عليهم الأذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب من الخزرج، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم لتعليم من أسلم من أهل يثرب القرآن، ودعوة من لم يسلم منهم بعد إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، فهاجروا إليها أرسالا جماعة بعد جماعة، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. ثم جاء أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب. أمره الله بترك مكة محل ولادته عليه الصلاة والسلام، التي كانت أحب البلاد إليه، فامتثل لأمر الله وهاجر متحملا المشاق في سفره طاعة لله تعالى، لا خوفا من المشركين وجبنا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، ولا يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الشهرة والجاه والسلطان. فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، ولكن كف عن ذكر آلهتنا بسوء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولذلك قال لعمه أبي طالب الذي نقل إليه عرضهم: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه أو أهلك دونه. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا تاريخا مجيدا لهذه الأمة، وهو الذي اتفق عليه الصحابة الكرام في الدولة العمرية، وهو أول محرم. وذلك بعد أن أجمع المسلمون الأوائل رحمهم الله أن يكون تاريخهم ذكرى هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وقد صادف وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، السنة 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم، والعشرين من أيلول 671 رومية،
وهو اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة التي نورت به صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.